اهلا ودك تصير لك احداث متسلسله بحياتك تعرف شنو معناه الشخص لما تصير له احداث حلوه متكرره معناتها كلمه اسمها السرنديب تابعنا اليوم عشان تعرف شنو معناه السرنديب ساعات نشوف أشخاص عندهم إنجازات وتحققت بطريقة سريعة ونقول ما شاء الله شلون حقق هذا الشيء يعني بفترة زمنية قصيرة الإنسان اللي يصير لهذا الشيء يسمونه السرنديب السرنديب هو أنه يصير لك أكثر من حدث جميل ويتحقق بطريقة سريعة طبعاً هذا يأخذ شغل وما يكون بطريقة سهلة في ناس يعتقدون أنه بسهولة جداً يحصلون على السرنديب لا السرنديب يبتدي على شغل من الداخل أول شيء أول شيء الإنسان اللي بيكون بالسرنديب وبيكون حتى بالفلو آه, لازم يكون عنده أهداف محددة وواضحة جداً جداً إذا كانت أهدافه مو واضحة ولا محددة ما رح يقدر يوصل حق مرحلة السرنديب فعشان كذي إذا أنت ودك أن يصير عندك سلسلة من الأحداث الجميلة ودك أن أنت توصل حق مرحلة السرنديب ودك أن كل أحلامك وأهدافك تتحقق على أرض الواقع لازم أول شيء تحط الفكرة داخليا تحطها في عقلك اللاواعي وتقول أنا راح أسوي هذا الهدف وراح أجتهد إلا أن أنا أسوي هذا الهدف وتسوي بينك وبين نفسك دراسه شلون انت توصل حق هذا الهدف شنو الخطوات اللي انت لازم تاخذها عشان توصل حق الهدف شلون تطور من مجهودك عشان توصل حق هذا الهدف هذه الاشياء تسرع بان انت توصل حق مرحله السرنديب وحتى اذا مرت احداث مو بصالحك في هذه المرحله هم انت راح تكون يعني هذه الاشياء انت تعتقد انها مو بصالحك بس اذا انت بهالطاقه وبهال الجريان مال الطاقه هذه الايجابيه حتى اللي يكون يعني ظاهريا انه هو مو مو معاك وضدك راح يكون معاك وراح يكون في شيء من وراء انت ما تعرفه مثلا مره كنا قاعدين نجهز أه وركشوب أه ونبي انه واحد مدرب أه للتنفس يجي معنا و هذا المدرب مايا ويا مدرب ثاني للتنفس احنا نعرفه وكان في زياره للكويت ويا حضر معانا هذه الجلسه وهذه المحاضره وكانت الجلسه وايد حلوه والمحاضره وايد كانت حلوه مع ان احنا كنا قبلها قاعدين نفكر ان احنا حاطين هدف وحاطين المحاضره وحاطين منو راح يكون معانا وحاطين من المدربين اللي راح يساعدونا في انجاز هذا الهدف لكن سبحان الله قدر الله ما شاء كان المدرب اللي كنا نبيه ما ي ولا قدر انه يكون معانا. بالبدايه تضايقنا شويه، بعدين قلت لهم لا ما يخالف خلاص خليكم مركزين على الهدف، المهم انه احنا لقينا بديل. سبحان الله طلع حتى البديل اللي يانا يعني افضل بكثير من الشخص اللي احنا كنا نبيه بالبدايه. ليش؟ لان احنا كنا كلنا طاقتنا طاقه حلوه وانا كنت مركزه على طاقه الفلو وطاقه السرنديب كنت حاطه دايما يعني خلينا نقول اكثر شيء اصب عليه تركيزي هو اني انا اوصل حق هدفي والاشياء الخارجيه الثانيه اللي تشتتني عن هدفي ما اعطيها اي قيمه، بالعكس اقول انا هذه الاشياء مو مهمه خليني انا مركزه على هدفي ومركزه على اني احقق الهدف في اسرع وقت، لان الاهداف اذا ما اعطيناها الجهد وما ركزنا عليها ما نوصل لها. وانا اقول لكم عن تجربه صارت لي انا شخصيا. انا كتبت كتابي في مرحله كورونا وقعدت اكتب الكتاب واحط له وقت وجهد في مرحله كورونا، لان كانت هذه المرحله يعني هاديه وما كان عندنا الكثير من الاعمال فقلت استثمر وقتي في كتابه الكتاب، وفعليا حطيت ثلاث ساعات الى اربع ساعات يوميا انا اقعد اكتب الكتاب. بعد ما رجعنا والحياه رجعت كان كتابي جاهز، لكن كان في مشتتات ثانية ودورات ثانية وليف كوتشنج سيشنز وجلسات مع العملاء اللي يولي لهيت عن الكتاب لكن حطيت من اهدافي هذه السنة ان انا لازم انجز ولازم اخلص كتابي وقلت أي شيء ثاني شتتني عن الكتاب ما رح ألتفت له وخلي طاقتي وتركيزي كله منصب على الكتاب بغض النظر عن الوقت ترى أنت إذا قعدت تحاتي الوقت وايد ترى هو يكون من الأشياء اللي تسبب لك القلق وما تخليك توصل حق هدفك قول إن إن شاء الله في سعة وفي وقت وأنا إن شاء الله بكون يعني بس اهتمامي في تحقيق الهدف وفعلياً قعدت اراجع الكتاب واشيل الاشياء اللي مو عاجبتني جبت لي مدققه لقويه تساعدني على الاشياء اللي مثلا باللغه العربيه اخاف يكون عندي اخطاء يعني الاشياء اللغويه والاعراب وغيرها وبالجمل وتتاكد من ان الجمل تكون صحيحه وسليمه فهي تراجع وانا راجع معاها وحطيت كل تركيزي عليه تخيلوا كنت حاطة صورة غلاف معين في بالي وكنت خارج الكويت ويبت مصور خارج الكويت وسويت التصوير وكان جميل جدا يوم يينا بنحط الصورة على الغلاف طلع أن الشخص اللي صورني ما ندري وينه هو أجنبي نحاول نتواصل معه ما حصلنا قلت يلا ما يخالف أنا يعني صار عندي تقبل ما يصير عندي ريزيستنت دربت نفسي أن أي شيء يصير أتقبله فتقبلت فاتجهت حق مصور ورحت وصورت طلعوا الصور حلوين وجميلين جدا بس مو الصور اللي انا ابيهم حق غلاف كتابي، عاودت الكره مره ثالثه تخيلوا، وقلت الصوره الذهنيه اللي انا حاطتها في بالي شلون راح يطلع كتابي الاول ابيها تكون بهذا الشكل، والحمد لله لقيت لي يعني مصور مبدع جدا جدا وقلت له فكرتي وقلت له انا ابي يكون كذي شكلي وابي اكون لابسه البدله وابي يكون يعكس القوه ويعكس قوه الوعي ولما احد يشوف الكتاب يحس انه ايه في وعي في يعني رساله حلوه ورساله ملهمه ورد ردينا مع هذا المصور والحمد لله والشكر لله طلع يعني التصوير جميل جدا قمنا نسوي اخراج حق الكتاب واخراج حق الصوره وبديت اسوي المقدمه والنهايه وتعاقد مع دور النشر يعني كان مجهود يعني مجهود كبير بس انا قلت ما تخلص هذه السنه الا وانا كتابي يكون نازل بالسوق ولله الحمد لان انا كنت في مرحله الفلو وانا كنت مركزه من الداخل الى الخارج دائما اذكركم في هذه النقطه لازم يكون من الداخل الى الخارج انا حاطه نيه حق الكتاب وحاطه نيته ان ان شاء الله يا رب يكون علم نافع ينتفع فيه الناس ان شاء الله شخص افتحه بالصدفه وقرا جمله وغيرت حياته ان شاء الله يا رب يكون اجر لي ويكون أهو ابداع وتغيير في حياته الى الافضل ويعني حطيت كل النوايا الداخليه والتركيز الداخلي والخارجي حطيت الجهد وحطيت التركيز وتوكلت على رب العالمين والحمد لله الحمد لله الحمد لله صرت يعني في مرحلة السرنديب وصرت بالفلو لأن أنا كانت طاقتي كلها موجهة حق الكتاب وكان شهر نوفمبر هو شهر عيد ميلادي وهو شهر إصدار كتابي وهو شهر شاركت فيه في معرض الشارجة الدولي ومعرض الكويت الدولي هذا يعني يعتبر بالنسبة حقي أنا سيرنديب وكان فلو والحمد لله والشكر لله على النعمة لأن أنا ركزت وحطيت كل الأدوات في تسخير هذا الكتاب والحمد لله لقى النور إذا أنت حطيتوا أهدافكم وسخرتوا قوتكم وتركيزكم راح تصلون لها، وفي نهايه حلقتنا مثل ما انا صار لي سرنديب لاني ركزت على هدفي كلكم تقدرون، لكن حطوا نيه داخليه ركزوا طاقتكم تخلصوا من المشتتات وراح تصلون حق السرنديب باذن الله. كلنا نقدر نوصل حق الفلو وحق السرنديب اذا احنا حطينا مجهودنا الداخلي ومجهودنا الخارجي متوازنين ومتناقمين مع بعض حط نيتك وحاول قد ما تقدر تكون متناقم من الداخل الى الخارج ورح تصير اهدافك كلها تتحقق وبطريقه وايد حلوه وسلسه